قبل الحديث عن كافة التحضيرات والاستعدادات ننتقل سريعا للزميل زكريا مستوي المتواجد في فندق ركسس في دبي والذي بدأت فيه الفعاليات المصاحبة لهذه المباراة. تفضل زكريا لك الكلمة. اهلا مرحبا زميلي خالد، عودة متجددة هنا في فندق ريكسوس في مدينة دبي مواصلة لتغطيتنا الاستثنائية اليومية لهذا الموعد الكبير، موعد نهائي سوبر كأس الخليج العربي بين قطبي الكرة الإماراتية. نتحدث حول الملك نادي الشارقة وفرسان فزاع نادي شباب أهلي دبي. طبعا انا هنا في فندق ريكسوس من خلال حضور ضيوف شرف لجنة دورية المحترفين الإماراتية. يتعلق الأمر بكل من السيد والناقد الرياضي الشهير جدا الكابتن خالد بيومي وأيضا كابتن ونجم كرة القدم الإماراتية ونادي الوصل. هنا الأمر يتعلق بالكابتن فهد خميس. بدايتنا ستكون على اليمين مع الكابتن خالد بيومي. أستاذ خالد، نتحدث في الأول حول هذه الموقعة التي أخذت الحين بعدا إعلاميا كبير ومتابعة كبيرة جدا من طرف، خاصة من طرف أنصار الفريقين. نتحدث أيضا حول انطباعاتكم الفنية قبل هذا الموعد باعتبار نتائج الشارقة متميزة جدا منذ بداية الموسم، وأيضا ممكن نقول عودة نسبية وتدريجية من جانب نادي فريق شباب أهلي دبي. أولا تحياتي للزميل خالد وكل السادة الحضور، وتحياتي لكل مشاهدي قنوات الشارقة الرياضية. يعني في البداية بس عاوز نرحب بأسطورة الإمارات والوطن العربي كابتن فادي خميس، وبقول له طبعا احنا بدأنا باليمين، انت اكتر قيمة واكتر بالنسبة لنا حاجة أسطورة تاريخية وحاجة كبيرة بالنسبة لنا كابتن، فبعد إذنك يعني احنا خدنا يمين بس. لا طبعا بنتكلم على مباراة قوية جدا جدا، مباراة كل يوم عن يوم الشارقة بيثبت انه فريق كبير، فريق تقيل جدا على أرضية الملعب، فريق عنده أساس وعنده قوام، عنده استقرار فني وده مهم جدا جدا في عنصر كرة القدم. عنده مدرب قادر يتعامل مع اللعيبه بشكل نفسي ممتاز، يمتلك مجموعه لعيبه وجهه نظري هي الاميز في الوقت الحالي على دوري الخليج العربي، اذا كان بدايه من حارس مرمى نهايه براس حربه والاثنين من عناصر كره القدم الكبار جدا. وبالتالي نتكلم على فريق قوامه ثابت، تغييراته على ايدي الحدود، عنده بعض العناصر غايبه ولكن يبقى في النهايه عمليه التدوير اللي عملها كابتن عبد العزيز العنبري ادت ثقل كبير جدا لفرقه الشارقه مش في الخليج بس، ولكن اتمنى انها تمتد للناحيه الاسيويه. جابة تانية، التنظيم الذي أعاده مهدي علي مع فريق شباب الأهلي في آخر المباريات بيدي انطباع جيد إن المباراة تكون قوية جدا، دي حاجة. الحاجة التانية، العامل النفسي اللي عمله مهدي علي لفريق شباب الأهلي في مباراته الأخيرة أمام النصر واضح بشكل كبير جدا. تغيير الطريقة بالنسبة لمهدي علي 4-4-2 أمام فريق النصر إداني انطباع إن فريق شباب الأهلي إلى حد ما ستعود بشكل جيد جدا. غير كده عدم قبول أهداف دي كانت نقطة إيجابية لمهدي علي مع فريق شباب الأهلي، وكان في الفترة الأخيرة من أسوأ خطوط الدفاع. عشان كده بتكلم على فرقة تقلت قوي، بفرقة عندها إمكانيات فنية كويسة جدا، عنده دكة بدلاء وجهة نظري أقوى من دكة بدلاء الشارقة، وإن كان المباراة هي مباراة ملاكمة 50% لكل فريق، وخاصة إن كل مدرب عنده ما يعطيه لفرقته، إذا كان فرقة الشارقة بالعمري الثابت جدا، وكمان مهدي علي اللي بيحاول يصحح أوضاع شباب الأهلي في موسم إلى حد ما انتهى نسبيا إنه يكسب بطولة في الشيطان السوبر. كابتن خالد، هناك جانب ثاني ايضا في الموضوع. نحن اعتدنا كثيرا مباريات السوبر تاتي دائما في بدايه الموسم الرياضي وايضا في بدايه جاهزيه اللاعبين. هذا العام البطوله ستكون في منتصف الموسم، يمكن القول ان الجاهزيه عاليه بالنسبه للفريقين. كيف يمكن لهذا الجانب الفني ان يلعب دورا في هذه المباراه؟ طبعا هتلعب جانب كبير جدا، عمليه المعدل البدني، الثقة اللي خدها فريق الشارقة بأنه بطل الشتاء، ده أمر جيد جدا بالنسبة لعمري وبالنسبة للاعبته. النواحي الفنية اللي بدأت تعود باستقرار كبير جدا على شباب الأهلي، وبالتالي بنتكلم على نص سيزون نهاية الدور الأول، فعلا الأهلي شباب الأهلي بيحاول يستعيد لحد ما عافيته يكون واحد من أقوى خطوط الدفاع اللي كانت موجودة في السنوات السابقة حتى العودة التهديفية، وإن كان طبعا العمري مجموعة الأجانب لحد ما مميزينه، عنده اثنين لعيبه وسط ملعب وجهه نظري ممتازين جدا جدا، هم الافضل في دوري الخليج العربي، اذا كان ماجد سرور حتى لو غايب عنده عبد الباسط الشكروف والاثنين ممتازين جدا، ولكن بتكلم على ناحيه المعدل الفني، الاستقرار البدني، الاستقرار الفني، الثقه في اللاعبين الى حد ما، وخاصه احنا في منتصف سيزون اعتقد ان المباراه هيكون لها طابع خاص بشكل جيد جدا على المستوى الفني. كنقطة أخيرة كابتن خالد، نتحدث حول مبادرات لجنة الدورية المحترفين، طبعا شيتانا سوبر التي تأتي دعما ومسيرة لكل مجهودات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، كيف تعلقون على ذلك؟
من خلالكم طبعا بشكر رابطه دوري المحترفين الاستاذ عبد الناصر الجنيبي، بشكر كل رجال الرابطه، لان اللي انا شايفه وانا داخل من اول ما دخلت لغايه هنا وكمان حتى على الساحه الاماراتيه شايف تفاعل كبير جدا جدا. انا راجل من رواد السوشيال ميديا، عندي فولورز كبير جدا جدا، اعلم جدا ما تحققه الرابطه وما تفعله الرابطه في السوشيال ميديا، ده امر جيد جدا بالنسبه لنا. لابد من نشر كره القدم الاماراتيه وهي تمتلك اساطير وتمتلك امكانيات. اوعى حد يقول لك الامارات ما فيهاش كره قدم، لا فيها لعيبه كره قدم جيدين، ولكن احنا لازم ننشرهم. اللي بتعمله الرابطه من مبادرات بشيتانا سوبر باستغلال وقت رائع وجميل جدا في الوقت الحالي بالنسبه لدوله الامارات، استخدام 210 جنسيه موجودين على ارض دوله الامارات، اعتقد ان ده امر جيد جدا من الرابطه ورجال الرابطه، بحييهم على المبادره وعلى الاسم اللي خدوه من الشيخ محمد بن راشد. عاوز اشكر كان طبعا حكام الامارات، شيوخ الامارات كلهم، لان كل يوم عن يوم بيثبت لنا ان هم عايشين للدوله، عايشين لشعبهم، عايشين كمان ان هم يخلوا دوله الامارات فعلا الحدث الاول على مستوى العالم. بشكر رابطه الانديه المحترفه على الدعوه الكريمه، بشكر كل رجال الرابطه على اللي انا شايفه من خلال اسبوع وكل القنوات النقل الحدث. فعلا اول مره اشعر ان في كره قدم او في حاجه رياضيه نهتم بيها. كل التوفيق لرجال الرابطه وكل القائمين عليها، وبشكركم انتم كمان كقناه شرق. شكرا جزيلا كابتن خالد. انا خليك. شكرا. من اليمين الى اليسار زميلي خالد، طبعا بدانا باليمين الى اليسار كواحد من كبار كره القدم الاماراتيه، نتحدث على شخصيه حققت القابا وانجازات كبيره جدا في تاريخ كره القدم الاماراتيه، من نهائيات السوبر، من نهائيات الدوري، من كؤوس وغيرها. كابتن فهد خامي، سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم في فندق ريكسوس دبي للحديث اكثر حول هذه الكاس المتميزه، كاس السوبر التي ستجمع بين ناديي الشرقه وشباب اهلي دبي. اهلا وسهلا فيك، طبعا مسي عليك بالخير وعلى الاخوه اللي في الاستوديو، وان شاء الله نكون بس ضيوف خفاف عليكم ان شاء الله. كابتن فهد، نتحدث بصفة مباشرة حول الجوانب الفنية بالنسبة لهذه المباراة، أنتم شاهدتم جيدا هذا الموسم الأداء المميز من جانب لاعبي ومن نادي الشارقة، في حين شباب أهلي دبي أوكي نتائجه كانت جميلة في مسابقة كأس الخليج وكأس رئيس الدولة، لكن على مستوى الدوري يعاني نسبيا فريق شباب أهلي دبي، ما رأيكم في كل هذا؟ بكل تأكيد، لكن مباراة القادة هي مباراة مختلفة طبعا، مختلفة كليا بين فريقين يعرفون بعضهم. شباب الاهلي يمكن بمباراه في الدوري تعادل مع الشارقه، وهذيك الفتره كان شباب الاهلي يمكن اضعف او اقل من شباب الاهلي الحالي، يعني شباب الاهلي لما تعادل مع الشارقه كان صراحه اضعف من الوقت الحالي، الوقت الحالي هو في نشوه عند اللعيبه المؤثرين او الاجانب استعادوا يعني جزء من فريقهم او جزء من مستواهم، خاصه ادواردو اللعيبه المصابين عادوا، عنده خبرات كبيره في البطولات الشباب الاهلي، خصوصا انه هو العقد الاخير كان يحقق البطولات وكان يشارك، فعنده عنده يعني عنده موروث وعنده مكتسب من هالبطولات. ايضا لعيبه نادي شباب الاهلي اغلبهم لعيبه خبره، اغلبهم لعيبه منتخبات خايضين هالبطولات. نعود الى فريق الشارقه، فريق هو لحد الان هو الافضل في الموسم بالارقام بالنتائج بالترتيب، هو الافضل، هو يستحق هذا الشيء. نعتقد الفريق خلاص خذ الثقه، الموسم اللي قبل السابق بطل دوري، الموسم الماضي اللي انلغى طبعا جت بعض الاصابات وانلغى، السنه استعاد فريقه، الفريق مع الكابتن العنبري، صراحه العنبري عارف يدير هل المجموعة. يمكن البعض يتكلم الشارجة فريق دفاعي، هو من أكثر الأندية مسجلة أهداف، كيف يقول دفاعي؟ إيه فريق، لا فريق صراحة أصبح عنده ثقل في الأمام، عنده ثقة، حس إنه في الأمام فريق مرعب. خط الوسط ممكن الدفاع، يعني اللي عجبني فيه العنبير الدفاع، ممكن كعناصر مش هم، لكن كتنظيم 10/10 صراحة، قادرين يخلقون منطقتهم، قادرين، عندهم لعيبة الحسم. هالشارجة لما يكون الفريق ما في يومه، عندك لما يجيك كورنادو أو سواريز لعيبة الحسم عندك، لكن هو خسر لاعب مهم جدا 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 في المهم اللي هو كايو كان عامل الثلاثي مع كورنادو وولتون، عاملين ثلاثي صراحة رهيب. الآن الشارجة تشوفه مايل على اليمين، كان ما في توازن، الجبهه اليسار ضعفت كثير جدا صراحه بغياب
كايو بغياب كايو، لكن شادي الان هو بالعام السوق بطل السوبر قبل يلقي الدوري، السنه هو في نهائي السوبر، سنوات تألق او قطف الثمار لنادي الشارقة، السنوات الجايه مع مدرب جيد مع لعيبه سوبر صراحه، لكن المباراه اعتقد انها الان هي 50-50 صراحه بين مدربين سوبر، فريقين سوبر، رابطه سوبر صراحه، كل شيء سوبر. على ذكر الرابطه، على ذكر الرابطه كابتن فهد، نشاهد مبادرات متميزه جدا، مؤتمر أقيم أمسية اليوم في مكان رائع جدا هناك في منطقة السيف في هنا في إمارة دبي، اليوم مبادرات جديدة تواكب ما تقوم به القيادة العليا هنا في دولة الإمارات، كيف تعلقون على ذلك وأنتم من أبرز النجوم في تاريخ كرة القدم الإماراتية وضيوف شرف هذا النهائي؟ صراحة أول شيء طبعا أشكر الرابطة، أشكر الشيخ راشد صراحة، اشكر الاخ العزيز اللي هو ناصر الجيني، عبد الله ناصر الجيني، بصراحه الرابطه صراحه خرجت عن المألوف، طلعت برا الصندوق، هذه قبل الدعايات اللي حط لابته مباراه بكره وخلاص انتهت، هذه الان في افكار جديده صراحه يعني ليس يعني تملقا وليس يعني مدحا من غير في غير مكانه، صراحه الرابطه الموسم يعني عن نبات السوبر، هذه كل شيء سوبر، كل شيء سوبر، رابطة سوبر، الترويج للمباراة بشكل مختلف جدا سوبر، مسمى المباراة أفضل شتاء في العالم أو سوبر شتاء، كل شيء سوبر صراحة، يعني نتمنى بس إن المباراة تتوج مرة ثانية. أشكر الرابطة، يمكن حتى إحنا كنقاد في بعض الأمور مثلا ننتقد الرابطة صراحة وراح ننتقد، لكن أيضا نعطيها حقها، الترويج اللي صار للمباراة صراحة كأننا في بطولة، وهذه نهائي كأس أفريقيا ولا كأس آسيا، المهم صراحة أشكرهم صراحة يعني، وهذا من حقهم علينا. شكرا جزيلا كابتن. العفو. زميلي خالد، أعود لك مجددا بعد حديث شيق جمعنا طبعا مع الناقد الإعلامي خالد بيومي والكابتن فهد خميس، عودة متجددة إليك في الأستوديو. شكرا لك زكريا، شكرا لكل من بيومي وخميس اسماعيل. ابو خليفه، اذا ما تحدثنا عن التحضيرات